بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في حقوق المال، قال باب في حقوق المال، ثم ذكر العديد من تلك الروايات. وكما بينا في المرة السابقة وتكلمنا عن هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ما هو معنى الكنز، وكيف أن صاحب الكنز يعذب بذلك المال يوم القيامة، والمال الذي لم يؤد من خلال ذلك الحق الذي فرضه ربنا سبحانه وتعالى فيه ألا هو الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيفتح لها بقاع القرقر فتنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها، فليس بها عقصاء ولا جرحاء، كلما مضت أخرى ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيفتح لها بقاع قرقر فتطهو بأخفافها، كلما مضت أخرى ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من منع ذلك الحق الذي فرضه ربنا سبحانه وتعالى في المال، فمتى بلغ ذلك المال المصاب ثم حال عليه الحول فلم يخرج صاحب المال هذا المقدار الذي فرضه عليه ربنا سبحانه وتعالى، فيعذب بجميع ذلك المال يوم القيامة، فيعذب بجميع ذلك المال يوم القيامة. وكما بينت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان سيعذب بجميع المال، بجميع المال، لا يعذب بمقدار الزكاة التي لم يخرجها من ماله، ولكن الرواية تقول أن هذا الإنسان سيعذب بجميع ذلك المال. يبقى نقول الله مقدار الزكاة هذا مقدار ضئيل بالنسبة لمال الإنسان، وربع العشر في الرفقة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إن لم يستخرج ذلك الربع العشر من الرقة فعند ذلك سيعذب بجميع هذا المال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول والله هذه أنصبة الشاة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في كل 40 شاة يعني شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو لم يخرج هذه الشاة لتحول ذلك المال بجميعه، يعذب به الإنسان يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم في النهاية يرى بعد ذلك سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك الأمر، قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها، قال معنى حلبها يوم وردها أن يسقى البنوة المرة. معنى ذلك الأمر أن الإنسان يواسي من ليس عنده هذا الإبل أو ذلك البقر أو ذلك الشاة، يواسيه من خلال ذلك اللبن، يواسيه من خلال اللبن، قال من حقها حلوى يوم وردها، قال ومعنى حلوى يوم وردها أن يسقى البنوة المرة، أن يسقى البنوة المرة، وهذا يعني قال مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاب بالليل،
أراد أن يطرب بالنهار ليحضرها ألف قراء، أراد أن يطرب بالنهار ليحضرها ألف قراء، على أساس أن هو لو قام الإنسان بالكتاب من الليل عند ذلك لا يراه أحد، لا يراه أحد، فلا يواسي الفقراء، ولكن نقول نجعل ذلك الحظ للفقير، ثم حتى لو كان يعني مال الإنسان لم يصل بعد إلى مقدار النصاب، إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست دعوة إلى نصب الإنسان بالمال أو أخذ الإنسان بالمال، ولكن هي دعوة إلى الصدقة، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة، وكذلك الآيات الكثيرة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى فيها حظ العباد على الصدقة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على النفقة حتى على الصدقة حتى لو لم يصل مال ذلك الإنسان إلى النصاب، يبقى ليس معنى عدم وصول المال للنصاب هو بر الإنسان بالمال أو ضل الإنسان بالمال، لا شك أن الصدقة هيستقي الإنسان من خلالها النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح النساء وأعظم النساء فقال لهن تصدقنا فإذ وجدت أكثر أهل النار من كنا، أن معنى الصدقة معنى كده أن الصدقة يبنى من خلالها ذلك الستر والحاجز حتى لا يوقع الإنسان النار، يبقى الستر والحاجز بين الإنسان وبين النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال من حقها حجوها يوم وردها، قال في يوم الورد حيث اجتماع الناس غالبا على النيه، قال وهذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب، قال من حقها حجوها يوم وردها، وده فيها المواساة بالمال، قلنا زي حال الإنسان اللي هو الزارع يبقى بيواسى أيضا بجانب الحقوق إلى الجيران أو غير ذلك، لذلك بينا في مسألة الخمس أنه يترك له الربع أو الثلث، إما أن هو ذات الثمرة ذاتها أو كما بينا في ربع أو ثلث تلك الصدقة الواجبة، قلنا حتى يستطيع أن يعطي للجيران وكذلك الفقراء، قلنا بيواسب المواساة بما استطاع الإنسان من ماله أن يواسي الغير، فعند ذلك نقول الله هذا يعني ابن بيحلم ذلك الابن، تواسي أيضا بقليل من ذلك اللبن، قلنا هذا الجار بيتطلع، الجار بيتطلع، فكيف يكون هذه المواساة؟ لا مفيش شك إن هي بتجعل الرابطة قوية، الترابط، ترابط قوي بين المسلمين، قلنا ده أمر إحنا بنفعل إليه، يبقى نقول بنفعل دوما أن تكون هذه الرابطة بين المسلمين رابطة قوية، رابطة قوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مثل مهم بتوجيه وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى نقول الكلام دوت من عبارة عن رواية إحنا هنزلوها أو هذه الرواية بنستعمل تلك الرواية عند يعني إرادة الكلام عن الأخوة فقط أو عن حال المسلمين فقط، ولكن هنا دي سبيل إحنا بنسعى إلى توطينه. يبقى ده سبيل انت بتسعى الى توطيني، يبقى انما المؤمن اخوة يبقى تسعى الى القوة الايمانية، مش بننتظر حتى تأتي لنا بالقوة الايمانية، ولكن نحن نسعى، وكذلك ايضا نسعى الا يكون هناك قادح من تلك القوانع التي يقدح من خلالها في هذه القوة الايمانية، يبقى مثل المؤمنين في التوجيه وتراحمهم وتعاطفهم، قلنا في احيان كثيرة احنا ننتظر يعني ان الغير هو الذي يواسينا، لكن نحن لا نرى في انفسنا ان نواسي الغير. بننتظر كده ان الغير يقوم باصلاح العلاقه التي بيننا وبينه ولا نسعى نحن الى اصلاح العلاقه التي بيننا وبين اخواننا المسلمين، نقول لا، يبقى ده مفهوم خطا، يبقى احنا بنسعى ان نكون من اهل هذه الروايه او اهل تلك الايه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى في نوع من انواع التواد والتراحم والالفه بين المسلمين، فاي سبيل من خلاله نوطد العلاقه يبقى نسعى الى السعي الدائم حتى نوطد هذه العلاقة التي بيننا وبين إخواننا، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا ولا تضاروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى أي شيء كده ممكن يستجري من العداوة بين المسلمين يبقى لابد من إبعاده من فلسطين، ما تنتظرش إن الغير يقوم بإبعاده، ولكن أكون أول من يسعى للإبعاد، أكون أول من يسعى لإبعاد أي قادح من قوادح الإخوة، ده حال الإنسان، هذا هو حاله، يبقى ما بننتظرش قلنا في غالب الأحوال نحن بننتظر نقول الله فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، أو فلان يعني لقاني في الطريق ولم يسلم عليك ولم يصافحنا وغير ذلك من الأمور، أقول يعني
يعني كما انت تعيب عليه هذا الامر الخلق، ايضا هذا الخلق يعاب عليه، هذا الخلق يعاب عليه. فكان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حقها حلوى يوم ولدها، وان يبقى فيها نوع من انواع الموافاه. والانسان كما يقولون دائما كده، الانسان اسير الاحسان، الانسان اسير الاحسان، ما فيش شك ان الاحسان ده بيجعل رابطه بين المسلمين، ولما يكون فيه موافاه يبقى نقول والله ده هيكون هذا الانسان ابعد ما يكون عن البغضاء، عن التضامر، عن الحقد، عن الحسد. يبقى ده الصوره اساسا، يبقى دي بتدفع ما في داخلك من شر او من حقد او من حسد. قال من حقها حلوها يوم ولدها، قال وحصل يوم الولد الاجتماعي غالبا على الديان، قال وهذا على سبيل الاستحباب. يبقى الحق المفروض هو في المال، الحق المفروض في المال، لكن نقول على ذلك لا تكن بخيلا ولا تظن ايضا بما منحك ربنا سبحانه وتعالى من ذلك المال، فلتكن تلك الصدقه قلنا هي يبنى من خلالها هذا السد والستر المانع مما وقعت الانسان للنار. كذلك ايضا في روايه اخرى عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحو هذه القصه، فقال له يعني ابي هريره فما حق الابل؟ قال تعطي الزهيمه وتمنح البزيره وتذكر الله وتضرب الفحش وتسقي اللبن. قال فما حق الابل؟ يبقى في حقوق اخرى، تقول حقوق حتى لو قلنا ان هي بتبقى على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب، ولكن ايضا هناك عقوق كما قلنا، لان دي نوع من انواع ايضا يبقى بذل الفضل. هذه صوره، الصوره الاخرى ايضا نوع من انواع توطيد العلاقه، ان الانسان يسعى باي سبيل من السبل لكي يوطد العلاقه التي بينه وبين اخوانه من المسلمين. قلنا اولا حيزيل الشرور التي تكون في النفس، يدفع ايضا الحقد والحسد الذي قد يكون من الاخرين، ايضا حيزيد من العلاقه الموده بين المسلمين. قلنا ده امر طاعه نتقرب به الى ربي سبحانه وتعالى، قلنا لان نعمه الاخوه الايمانيه دي نعمه لابد ان احنا ان نشعر بها. يبقى دي نعمه لابد ان انا اشعر بها، يبقى نشعر بنعمه الاخوه الايمانيه. ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذه الرابطه التي جعلت بين المسلمين، قلنا اساسها ايه؟ اساسها نقول اساسها اتباع القلوب على الكتاب والسنه. مجرد كده نقول يا ترى ايه العلاقه التي بيننا وبين بعضنا البعض؟ مفيش لا علاقه نسب ولا مصاهره، ولكن دي العلاقه التي تمت من خلال هذه الرابطه القويه هي علاقه التفاف القلوب حول الكتاب والسنه، يبقى علاقه الاسلام التي وصلت هذه العلاقه التي بيننا، فعلى ذلك لا نكن في قلوبنا الا كل الموده والمحبه لاخواننا من المسلمين، ويعتبر ايضا ذنب ذلك الانسان. قلنا لأن النعمة دي لابد من الحفاظ عليها كما من بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتذكر الله وتضرب الفحش وتسقي اللبن. فلذلك قال يبقى كل هذه الصور قلنا إن كانت على سبيل الاستحباب، ولكن لا شك أن هي هتواصل هذه العلاقة بين المسلمين. يبقى نقول والله هذه المنيحة من لبن، أو كذلك أيضا كان الظهر كده بيركب وليس عليه أحد، فعلى ذلك نعين الآخرين أن يركب على ذلك الظهر، نعيره ذلك الظهر. أيضا تضرب الفحل، يبقى نقول تروق، يبقى نقول والله هذه حقة طروقة الفحل، حقة طروقة الفحل، يبقى معنى كده إن إحنا نقول والله يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزم الفحل، نهى عن ضرار البحر، ضرار البحر، ونهى عن عزم البحر. طب ده يا ترى ازاي نصل اليه؟ يبقى عن طريق ايضا هذه الاعاره، قال تضرب البحر، معنى كده ان ده تيس او غير ذلك، يبقى هذا ايضا يبقى نقول حتى ينزل على تلك الانثى. قلنا المتعارف بين الناس الان هو اخذ الاجره على ضرار البحر، وبالتالي نقول ده هذا كلام صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عزم البحر، نهى عن بيع الماء، وهذا ماء، يبقى نقول لا ماء، يبقى نقول والله هذا المني ده عباره عن ماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، فالعلماء حملوا قالوا حتى على ماء ذلك البحر، وخاصه الروايه صريحه نهى عن عزم البحر. يبقى يا ترى نصل اليه ازاي ده؟ نصل اليه يبقى عن طريق العريه، ولذلك قال تطرق الفحل وتطفي اللبن، يبقى نقول هذه منيحه اللبن.
وهذا أيضا من الأعمال الصالحة، 40 خصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها منيحة العمد، منها منيحة العمد اللي هو يعني الموسعة عن طريق اللبن، أو قلنا لو كان ده ظهر هنعيره، لو كان ده فحل أيضا نعيره لكي ينزو على الأنثى، قلنا حتى تحبل وتأتي أيضا في إبل أخرى. يبقى كل ده نقول الله من باب المعاونة المواساة بين المسلمين، المواساة بين المسلمين، والذي الصور يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يستطيع الإنسان على ذلك أن يقول يعني كيف السبيل إلى كذا أو السبيل إلى كذا، نقول والله هذا كل السبل دي سبل نقول واضحة بينة، بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا في رواية أخرى قال رجل يا رسول الله ما حق ابن، فذكر نحوه زاد وعرض بها، قال وعرض بها يعني ضريها، يعني معنى كده اللي هي مليحة اللبن، تعطيها أيضا هذا الدرع حتى يستفيد من ذلك اللبن. نقول نتخيل كده لو كان الإنسان عنده يعني ابن وقلنا هو بيستفيد كل يوم من لبنها، وله جار ليس عنده ابن يستفيد من لبنها، نقول يعني في يوم من الأيام كده امنحوا بعض ذلك اللبن، يعني في يوم من الأيام امنحوا بعض ذلك اللبن، قلنا خاصة إن ده من رزق ربي سبحانه وتعالى، يعني هذا كيف يستجلب؟ إزاي يستجلب؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الذي قدر ذلك الرزق أن يكون بضرع هذا الإبل. فنقول والله يعني الإنسان يعني عشان يظن بذلك الأمر، نقول أمر هيكلفك كثير، يعني أمر لن يكلفك كثيرا، وبالتالي تقوم بمنح ذلك الأمر إلى غيرك، إلى غيرك. يعني على ذلك يبقى دي نوع من أنواع المواساة. قلنا يبقى هذه حقوق، يعني هذه حقوق سماها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقوق، سماها حقوق، قلنا مش حقوق معناها هتجد على سبيل الوجوب، لكن لا يعني في أشياء فيها واجبة وأشياء فيها يعني مستحبة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، حقوق جعل هذه الحقوق، أساسها إيه؟ أساسها الإسلام، يبقى أساسها الإسلام، نقول الإسلام أوجب علينا هذه الحقوق لإخوتنا من المسلمين، يبقى حق المسلم على المسلم، وبالتالي لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على ثوم أخيه، قلنا لأن دي كلها عبارة عن قوادح للأخوة، فأي قادح من قوادح الأخوة لابد من إبعادها من الطريق، ليس لها مجال، قلنا لأن دي هتفسد العلاقة التي بين المسلمين، قلنا العلاقة التي بيننا وبين بعضنا البعض لابد من إظهارها ولابد من تقويتها ولابد من ايضا توطيد هذه العلاقه التي بين المسلمين، فبنسعى باي سبب من الاسباب نسعى، وكل دي ابواب للطاعات والكره، كل دي ابواب للطاعات والكره، يعني لا تظن ان دي الله يعني الانسان ده من هيخرجه، نقول اللي انت هتخرجه الان يعني هتجد ثمر ذلك في الدنيا والاخره، فالمؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والاخره، مؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال رجل يقول ما حق الابن، فذكر وقال ايضا ما يعرض دويها، وعرض دويها قال يعني معناها عرض ضحيها، قلنا على اساس يستفيد منها ويواسى بجانب من ذلك اللبن. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاز 10 أوسق من التمر يقيم ويعلق في المسجد للمساجين، يبقى امر كده من كل جاز 10 أوسق من التمر بقنوة معلقة في المسجد للمساجين، يقول لك والله طلع حاجة من التمرة، يبقى دي التمار كده طلع جزء منها وجعله في المسجد حتى رفع منه المساجين دون حاجة ان هو تدفعه الى السؤال، يعني دون حاجة ان تدفع ذلك المسكين الى السؤال، واحنا بنتعلم كده من القرآن والسنة، يعني ننظر دايما كده الفقير حاله ان هو بيمر ويسأل، نقول دعت الحاجة هذا الفقير الى السؤال، نجد أن هناك بعض الأمور لو وقع فيها الإنسان لبحث هو عن الفقير، يبقى نقول الفقير ده هو الإنسان في بعض الأحيان نجد أن الغني يبحث عن الفقير، نقول لماذا؟ قلنا لأن هذا الفقير هو السبيل لكي يكفر عن يمين حنث فيه، تخيل كده الإنسان حنث في يمينه، حنث هذا الإنسان في يمينه، فأنت دايما يقول الله عليك كفارة اليمين، إيه كفارة اليمين؟ قلنا الله منها إطعام 10 مساكين. يبقى يبحث عن المساكين، يقول هذا فقير، ولكن مع ذلك هو فقير، لكن ما الذي يبحث عن من؟ يقول غني، يبقى بيبحث أيضا عن الفقير، قلنا لأن الفقير ما يكونش في إذلال دائم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الفقير أيضا يعني في بعض الأوقات في عزة، ونجد أن الغني هو الذي يحتاج للفقير، الغني يبحث عن الفقير، ولذلك هنجد أن هو لما هيكثر المال
يبقى نجد أن الغني يحمل الصدقة ولا يجد من يأخذ منه تلك الصدقة. فنقول لما الغني الآن يبقى لو كان صاحب مال يخرج الزكاة يجد هذا فقير، نقول الفقير ده بيخلصه من ذلك المال، لو أمسك هذا المال يعذب به. لكن نقول لو أخرج ذلك المال ما الذي يأخذ ذلك؟ نقول الفقير. فنقول الفقير ده هذا من من ربك سبحانه وتعالى، وجوده من من ربك على الغني. قلنا وإلا كيف يفعل الغني بالناس؟ نتخيل كده بحياتي وقت من الأوقات يكسر فيه المال، وإن صاحب المال يحمل الصدقة يحمل الزكاة الواجبة كده، فلا يجد من يأخذ منه الزكاة، لا يجد من يأخذ منه الزكاة. طب إلا خلاص من الذنب ده، احنا عرفنا اهو إن الإنسان لو أمسك المال نقول ده قدر ضئيل بالنسبة لماله. يبقى لما نيجي نقول والله ده 2.5%، يبقى 2.5% دي الزكاة بتاعته. يعني نقول باقي ماله هيتبقى 97.5%، ومع ذلك نقول ال 97.5% دي لا يعني عشان تطهر لابد ان يكون باخراج هذا المبلغ. فحاجه الغني الفقير حاجه كبيره، قلنا حاجه الفقير الغني عشان يفض تلك الحاجات من حاجات الدنيا، لكن نقول حاجه الغني الفقير اقوى من حاجه الفقير الغني. قلنا ده بيخلصه من الاثام، يخلصه من ذلك المال. قلنا لو امسكه كان كنز يعذب به يوم القيامه. في الاضافه قلنا هذه والله كفاره، يبقى لو لم يكن ذلك الفقير موجود كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ فنجد ان الفقير ده هيخلص هذا الغني من اثمه او غفر ذلك الذنب الذي وقع فيه. فحاجه الغني الفقير حاله قويه، وعشان الفقير كده لا يشعر يعني بالذل والهوان والصغار، لا. يبقى مش معنى كده ان الانسان فقير يبقى يشعر كده بالانكسار، نقول لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون فلانا غنيا، ان يكون فلانا فقيرا. والله في حال الفقر عبوديه بنؤديها، حال الغنى عبوديه بنؤديها، يبقى حال الفقر عبوديه وحال الغنى عبوديه، وده تقسيم من رب سبحانه وتعالى ارزاق العباد. وده ايضا هناك منافع بين العباد، فكما ان الفقير يحتاج للغني في الطعام، الغني يحتاج للفقير في رفع الاثام عنه. ونقول ده اقوى، فحاجه الغني الفقير للاخره، اما حاجه الفقير الغني بتبقى للدنيا، يبقى الامر الدنيا لسد جانب من تلك الحاجات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جانب 10 أوسق من الصبر بقنو يعلق بمسجد المساكين، ان حتى لا تدفعوا الى ذل السؤال، حتى لا تدفعوا الى ذل السؤال. فهذا باب من ابواب الخير، يعني هذا باب من ابواب الخير كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ياكلونه، قال هذا من صدقه المعروف دون الصدقه التي هي فرض وواجب. يقول الامام الخطابي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تلك الصدقه، هي من صدقه المعروف دون الصدقه التي هي فرض وواجب. فرض واجب احنا نوصلها للفقير، او نقول يا ترى هو ده اللي احنا هنخرج بالمقدار فقط، نقول يعني فيعني تزيد من ذلك الامر. هذا صدقه المعروف صدقه التطوع، يعني صدقه التطوع لو بيتعمل صدقه التطوع بتنم على ايضا يعني ايمان ذلك العبد وكذلك حب الانسان للطاعه. قلنا احنا بنعمل الطاعه المفروضه، الطاعه المفروضه، لكن لما العبد بيعمل الطاعه اللي هي من باب التطوع او المندوبات نقول والله ده مش فرض عليه، فده اقبال العبد عليها دلاله على محبه العبد لتلك الطاعات. احنا بنعمل الواجب اللي علينا، لكن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينهى عن ربي سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لان النافله مش واجبه عليه، فلما افعل الشيء المستحب يبقى نقول والله ده بيفعله عن طيب نفس. نقول والله لما بيدفع الشيء الواجب ده واجب، لانه حاسم لو امسكنا ذلك الواجب، لو امسكناه حاسم، وبالتالي لابد من دفع مبلغ حتى اسمع عن نفسي الاثم، يبقى حتى اسمع عن نفسي الاثم. بنقول والله معاك انت مبلغ 1000 جنيه مثلا، يبقى هتطلع عليه 25 جنيه دي زكاه مفروضه، يبقى نقول مثلا هذا هو النصاب وحال عليه الحول، يبقى على ذلك نقول لك والله هطلع ده، فيطلعه ما طلعهوش تحول الى كنز يعذب به يوم القيامه. فعشان يدفع عن نفسه الاثم يبقى يدفع هذا المبلغ. نقول والله هو دفع ده دفع ازيد من كده. نقول والله الازيد من كده ده دلاله على ايمان ذلك العبد، وايضا دلاله على طيب نفس ذلك العبد. أنا بيدفع نقول من غير فرضية، الفرض والواجب أخرجه، فلو زاد على ذلك يبقى ده دلالة على الإيمان، دلالة أيضا على حب هذا الإنسان للطاعة. ولذلك قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دفع القوم لصدقة المعروف، وبالتالي ما يزال عبد يتقرب إليه بالنفل حتى أحبه.
يبقى أدى الواجبات ولكن هو استزاد. يبقى استزاد يبقى ده نقول ده صورة من صور إقبال العبد على طاعة رب سبحانه وتعالى. إقبال العبد على طاعة رب سبحانه وتعالى. لذلك من أفضل الصلاة على المكتوبة هو قيام الليل. بيضحي وقت الراحة ولكن نقول هذا ليس بفرض ولا واجب على الإنسان لكن يستحب. يا ترى ايه اللي دفعه لكده؟ اقبال هذا القلب على طاعه رب سبحانه وتعالى. ايه اللي دفعه ان هو اساسا يكابر الليل؟ وايضا يعني على الرغم ان هو لو ترك ذلك الامر لا يهتم، نقول يبقى هذه من باب حب العبد لتلك الطاعات واراده العبد القرب من رب سبحانه وتعالى، قربات تقرب بها الى ربه. كذلك ايضا يبقى الصدقات قلنا ده باب المال ربنا سبحانه وتعالى، لو منحك المال يبقى كيف نشتري الجنه بالمال؟ زي ما احنا بندفع كده بنصوم والله عشان من باب دفع الاثام، وكذلك يبقى ده قربات من تقرب بها ربي. لما بستغفر، لما بنقرا قران، لما بتوب، لما بقوم الليل، كل دي الطاعات. انت الغرض منها ايه؟ كل الطاعات دي الغرض منها ايه؟ اعمال صالحه اتقرب بها ربي. المال برضه المال ده يبقى لابد من علاج الناس. لو لقيت انك انت عندك نوع من انواع الظن بالمال، الشح بالمال، يبقى لابد من علاج الناس. لماذا تمسك هذا المال؟ الصالح من تمسكه؟ يبقى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى منحك الصحة، الصحة دي نعمة، الفراغ يبقى الفراغ نعمة، المال نعمة، فكيف نحول هذا المال فعلا أن نقول أن هو فعلا نعمة أنعم بها علي ربي سبحانه وتعالى؟ قلنا الكلام ده يبقى لابد من علاج النفس، قلنا لأن النفس هنا في الحالة دي أمارة بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وحب الإنسان للمال مش هيجعله يبذله أبدا إلا لما تكون محبة الرب سبحانه وتعالى أحب إليه من محبة النفس. يقول الامر ده ايماني، امر ايمان، وبالتالي يجعله يدفع ذلك المال. تدفعه ليه؟ المقابل يبقى على رجاء الثواب، على رجاء المغفره. يبقى كيف نشتري الجنه بالمال؟ طالما ربنا سبحانه وتعالى منحك مال يبقى تجتهد في هذا الباب، في هذا الباب. وبالتالي كما بينا ان الصحابه رضي الله عنهم والفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب اهل الدثور بالاجور. قضيتهم كلها مش فلان ده غني والله بيطعم ما يشتهي، يلبس ما يشتهي، لا ده هي مش قضيتهم ابدا، قضيتهم ان انا اتبعني بعمل من اعمال الطاعات انا لا اقوى عليه، لان انا ليس عندي مال، فلذلك قالوا ذهب الى الدخول بالاجور، قلنا الصحابه يعني جاوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا ترى العوض يكون ازاي؟ ماذا نفعل؟ هؤلاء ذهبوا، قالوا يتصدقون بفضول اموالهم، فهذه قضيه الصحابه، ان تكون الرؤيه عندهم واضحه، الهدف واضح، وبالتالي عارف ان المال ده نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، وسيله اشتري من خلالها الجنه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يبقى ما من سبيل سبل الخير الا ونقوم بانفاق ذلك المال، والا لو امسك المال نقول والله ده ليس لصالح الانسان، انت امسكت المال ليس لصالح النفس ولا لصالح يعني لصالح هذا الانسان، ولكن انت امسكته لصالح الغير، لصالح الغير. يعني نقول والله يعني الانسان يعني تستمتع بمالك، تستمتع الاستمتاع كله مش هو الاستمتاع اهل الدنيا، استمتاعك بالمال انك انت فعلا تغاتي به الفقير، انك انت تدفع هذه الغمه عن الفقير، ده انا اقول الاستمتاع الحقيقي. الاستمتاع الحقيقي الانسان بالدنيا هو بفعل الطاعات ليس بفعل المعاصي. يبقى اياك ان تظن ان احنا بنستمتع بفعل المعاصي، يستمتع ذلك العاصي بفعل المعاصي، لا، ليس فيها نوع من انواع الاستمتاع، حتى لو اظهر ذلك يعني ظاهرا في بعض الاحيان. لكن في الحقيقه الاستمتاع الحقيقي بالحياه بالدنيا هو في طاعه الله تبارك وتعالى. استمتاع يستمتع ذلك الانسان لما يعبر وجه ربه سبحانه وتعالى بالتراب. يستمتع لما يرفع يديه الى ربه سبحانه وتعالى الى السماء كده يدعو ويستغفر ويتوب الى ربه سبحانه وتعالى. هذا الاستمتاع الحقيقي في الدنيا. نقول المدخل اليها هو من باب الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جانب عدد اوسط من الطمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ جاء رجل على ناقه له فجعل يطرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد فيه على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. يقول بذلك ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ جاء رجل على ناقه له فجعل يطرفها
يمينا وشمالا، أي متعرضة لشيء يدفع به حاجته. قال يبدع الخليفة، قال إن هذه البقرة أعجزها السيد، فأراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيعطيه غيره. فنقول يعني ناقة كانت هزيلة أو ضعيفة أجهزها السيد، فعند ذلك هو يعني وكأنه بيقوم بعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون أجهزها، ما بيعرضها كده ولما يشوف حاله احنا هنتصدق عليه، يعني نتصدق عليه. فعلى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فضل الله فليعد به على من لا ضر له. اذا عندك والله ركوبه كده يبقى انت حبيتها، يبقى والله كان يعني هذه الركوبه ده فضل ظهر، عندك والله ركوبه ركبه ودي شيء والله مش بيركب، يبقى على ذلك ممكن تعود به على من لا ضر له، تعينه، يبقى تعينه. نقول والله هذه عدد مواساه، نقول بمجرد الظهر، لان انسان كده تايه من السياره. على ذلك راى بعض المسلمين والله الرحال فاخذ البعض، يبقى والله لان هو هذه نقول هي تراجي هيصير بها فارغه، او لماذا تسميها فارغه؟ عند ذلك تقوم بحمل يعني من يستحق ذلك الى مكان، قلنا عاده يكون هناك انسان مريض، انسان فقير، انسان دعاء او حاجه، كل ذلك نقول والله انت بتتصدق، بتتصدق انت، نقول كده كده هو ذاهب لذلك المكان، يبقى ده مكان انا ذاهب اليه. والله بتجد من تقوم بحمله فبيع ونعمل، والا يبقى انت ده ظهره، ده ظهره، يبقى انت تعود فيه على من ظهر له، على من ظهر له. والله انك انت هتحل ازمه، ازمه خاصه نقول والله الامر مش هيكلفك شيء. اقول والله ده سيري، ده ده طريقي، يبقى انا سالك في طريقه، طب لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ او اسمعنا كده ان هو يحمل مثلا من لا يستحق ان يحمل، يعني امراه او غير ذلك. اللي كان معاه محرم مثلا، لكن نقول والله يبقى هو يعني اعود على النظر له ويحمل النساء في طريقنا كلها، يعني الكلام ده بالضوابط طبعا تتكفي بذلك، ومن كان عنده فضل ذلك فليعد به على من لا زاد له، قال حتى ظننا ان احق لاحد منا بالفضل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن ادم ان تبذل الفضل فهو خير لك، وان تمسكه فهو شر لك، ولا تنام على كفاف، يبقى ابن ادم ان تبذل الفضل فهو خير لك، يبقى ده فضل عن الحاجه، او يا ترى لماذا يمسكه؟ فتقوم بايضا انفاق على ما لا زاد له، قلنا يبقى ده المواساه بالذات، مواساه بالركوبه، وذهب اي صوره من الصور، كل شيء سبيل من سبل الخير تستطيع ان تقوم بفعله فلا تظن على نفسك به، خلش بقى على نفسك ابدا، يبقى نقول الله ازاد هتمسكه ليه؟ يبقى على ذلك تصدق به على من لا زاد له، يبقى مش مجرد انك انت والله نروح عند حدود النفقات الواجبه فقط، لا، ده المسلم يعني نقول باب الخيرات اوسع من ذلك بكثير، وما زال عبد يتقرب اليه بالنوافل، يبقى صدقات التطوع تدخل في هذا الباب، يبقى زي مش هي صلاه التطوع فقط، وما زال عبد يتقرب اليه بالنوافل يعني شيء مش مفروض عليه، مش مفروض عليه، يبقى نقول والله الصدقه المفروضه اقربناها، معناها دلوقتي ما فيش حق اخر في هذا المال الا النفقه الواجبه مثلا، فعلى ذلك نقول يعني لماذا تمسك هذا المال؟ قم بانفاق هذا المال، وربنا سبحانه وتعالى متكفل بان يخلف على ذلك الانسان ما انفقه من هذه الاموال، ربنا سبحانه وتعالى متكفل بذلك، انفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش اخلالا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانفق ينفق عليه، انفق ينفق عليه، فربنا سبحانه وتعالى متكفل باعاده تلك النفقه على من انفق في سبيله، فنقول ده مال، وامتداد النفقه دي هي منين؟ نقول والله هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. لا تظن ان هو بكسبك او بحرفتك، هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى، فده نوع من انواع الابتلاء والاختبار. ولذلك قال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. ثم ذكر ايضا روايه هي روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الايه والذين يكنزون الذهب والفضه قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر الا اخرج عنكم فانطلقوا، فقالوا يا نبي الله انه كبر على اصحابك هذه الايه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرض الزكاه الا ليطيب ما بقي من اموالكم، وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال فكبر عمر ثم قال لهم الا اخبرك بخير ما يكنز المرء، ما يكنز المرء المراه الصالحه اذا نظر اليها انقذته واذا امرها اطاعته واذا غل عنها حفظته، يبقى يذكر هي قال المحقق انها الرواية ضعيفة، قال إنها ضعيفة، قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين،
كنا الان بيظن ان الكنز هو ما فضل عن حاجته، وده كان مذهب ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ان يكون الكنز هو ما هو المال الذي امتلكه الانسان وكان يعني فضلا عن حاجته. لكن الكنز قلنا هو المال الذي لم تؤد فيه زكاه، المال الذي لم تؤد فيه زكاه على مذهب ابي ذر رضي الله عنه، يبقى اللي هو اساسا ما تمسكش اي فضل، المال ده جالك مال تستعمله في الحاجات ما زال على ذلك تقوم بانفاقه الا كان الكنز. فعلى ذلك الصحابه ظنوا ان الكنز هو المال الزائد عن الحاجه، لكن نقول الكنز هو المال الذي يستحق فيه الزكاه فنخرج هذا المقدار. لو اخرجنا المقدار نقول مهما بلغ يعني كم ذلك المال، طالما اخرجنا الزكاه المقدره يبقى هذا ليس بكنز. نقول لو انسان ملك الملايين ملك المليارات نقول الله اخرج زكاه المال، يبقى المترقب على ذلك يبقى نقول ان هو ليس بكنز. فلذلك قال كبر ذلك عن المسلمين، فقال عمر انا افرج عنكم فانطلقوا، يبقى يفرج عنهم على اساس ان هو يطرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقالوا يا نبي الله انه كبر على اصحابك هذه الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرض الزكاه الا ليطيب ما بقي من اموالكم. يبقى كان المال ده هو مش هيكون طيب الا لما نخرج الزكاه، قل من اموالهم صدقه وتزكيهم بها. يبقى كان المال المتبقي ده يبقى احنا كما بينا كده، يبقى لما ده مال ادي بلغ النصاب حال عليه الحول هنخرج 2.5%. لو ما اخرجناش 2.5% يبقى هذا المال ليس بطيب، عشان نطيبه نخرج 2.5%. كما بقينا اولنا اصبح طيب وطاهر، اصبح طيب وطاهر. فلذلك قال ان الله لم يبذل الزكاه الا ليطيب ما بقي من اموالكم، وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، يبقى معنى كده المواريث عشان يبقى فيه ميراث يبقى لازم يكون في ملكيه للانسان. يبقى الكنز ده مش هو ما فضل من المال عن حاجه الانسان، لا، ولكن الكنز هو المال الذي لم تؤدى زكاته وهو في النصاب وحال عليه الحول لم تؤدى زكاته، بدليل ان هو كيف يكون الميراث؟ عشان الميراث يبقى اموال هتقسم، يبقى اساسا يبقى ايه؟ مالك الانسان للمال، مالك الانسان للمال. فيبقى معنى كده ان الكنز كما بينت وليس الكنز هو المفضل عن حاجته من المال. قال انما فرض المريض ان يكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له الا اخبرك بخير ما يكنز المرء؟ يكنز المرء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المراه الصالحه، وده الكنز الحقيقي. قال اذا نظر الي صبرته، واذا امرها اطاعته، اذا غضى عنها حفظته. هذه صورة المرأة الصالحة أو خصال المرأة الصالحة، وده قال أنا أخبرك بخير ما يكنز المرء، هو ده الإنسان اللي يسعاله، ده نقول ده وكأنه ده الكنز الحقيقي، يبقى متمثل في فوز الإنسان بامرأة صالحة. المرأة الصالحة يا ترى إيه خصالها؟ إيه خلالها؟ إذا نظر إلي فرضته، إذا أمرها أطاعته في غير معصية الله، وإذا غاب عنها حفظته. يبقى قال ده يبقى معنى المرأة الصالحة، يبقى ده الحظ ايه الأوفر للإنسان، وهذا هو الكنز الحقيقي لما يضمن الإنسان بالمرأة الصالحة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة تنكح لأربع قال فاذكر بذات الدين تربة ذلك. يبقى ده فعلا فوز، يبقى فوز كده لما يوفق الإنسان إلى المرأة الصالحة طائعة لله تبارك وتعالى. يا ترى المرأة الصالحة ايه الكلام بتاعها؟ قال إذا نظر إليها فرضته، إذا نظر إليها فرضته. يبقى على ذلك نقول يعني دايما نقول إن جمال المرأة في طاعتها لربها سبحانه وتعالى. يعني لا تظن إن الجمال ده يعني نقول جمال اللي هو الوجه وجسد وكده، لا، نقول هذا الجمال كما قال الإنسان المرأة تنكح الجمالية، نقول عسى هذا ذلك الجمال، ولكن نقول دايما يعني طاعة المرأة لربها يبقى إضافة جمال على جمال. هذه امرأة نقول هذه وجوه متواضئة، وجوه متواضئة عليها كده نضارة، عليها نضارة، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرف على أمتي من آثار الوضوء، يبقى الغر والتحجير. كل دي نقول يعني هذا إضافة، هذه إضافة يعني لجمال المرأة، هو جمال المرأة في طاعتها لله تبارك وتعالى. نقول هذه عيون قرأت القرآن، هذا لسان يعني مداوم على الاستغفار، هذه أذان لا تستمع إلا إلى آيات الرحمن، ونقول هذه وجوه يعني كانت دوما عليها النظارة كنتيجة الوضوء، فهو ده الجمال الحقيقي، إذا نظر إليها فرضته، مش معنى كده أن تكون نقول هذه امرأة قبيحة وكذا، لا، يعني مش هو ده المقصد، إذا نظر إليها فرضته،
قلنا امرأة لما تكون امرأة كده مطيعة لربها سبحانه وتعالى، مطيعة لزوجها، وكذلك ايضا بتحفظ ذلك الزوج في ماله وفي ولده، نقول لا تتكلم الا بالكلام الطيب. لا تجد هذه المرأة الا في رعاية وصيانة زوجها، وكذلك ايضا متطلعة الى حاجاته، يعني نقول على ذلك هيبقى نوع من انواع المودة والرابطة القوية بين هذا الرجل وتلك المرأة. امرأة صالحة، امرأة صالحة، اقول يعني انت لما تجد رجل صالح بتحبه، يعني تحب ذلك الرجل لصلاحه، فكذلك هذه المرأة تحب لصلاحها. فنجد ان هي يعني في المعاملة مع الزوج نقول امرأة مريحة تماما لزوجها. نقول امرأة مريحة لزوجها اذا نظر اليها تبطل، نقول يعني ليست بعابقة وليست لها منطق سيء ولا كلام قبيح، ولكن هذا الكلام نقول يعني وكأنها تطيب هذا الكلام لزوجها، كأنها تعطر هذا الكلام لزوجها. نقول هذه امرأة صالحة، امرأة صالحة، يبقى في انسان كده بينتظر يذهب الى بيتي حتى يرى هذه المرأة ويتعامل. قلنا صحبة، هذه صاحبة، لا تصاحب الا مؤمنا، فالصحبة المؤمنة دائما فيها استفادة، دائما فيها استفادة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير لا يجلس المرء؟ قال: المرأة الصالحة إذا نظر إليها صلته، إذا مرها أطاعته، تغير معصية ربها، وإذا غاب عنها حفظته في مالي وفي ولدي، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه إشارة لأن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف، فإنها خير لا يدخلها الرجل، لأن النفع فيها أكثر، أكثر، المال دي نفع واحد، لكن المرأة دي منافع كثيرة، منافع كثيرة. فهذه المرأة صالحة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب النمر وباب حق السائل. قال في رواية عن يعلى بن أبي يحيى عن قتيبة بن حسين عن حسين بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق، للسائل حق وإن جاء على فرس، للسائل حق وإن جاء على فرس. ونرجو الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة بسبب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.